أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. طيب، يقول الشيخ أبو بكر الجزائري، هذا عالم كبير في المدينة المنورة، أن قصة أمتى أن إين قصة أمتى أهون عند نقر لا استمرا شو سلف اللكنو من عليه. يقول حتى لا يغتر الناس أن سو إين قصة سمتو እኛ እንደዚህ ማድረግ አለብን እንዳይል ነው የጠቀሰው ሼኹ። እኔም አሁን የምጠቅሰው ይህን ቅሳ ይህን ታሪክ ይህን ከሆነ እንግዲህ እኛ ለምን እንደዚህ አናደርግም ብላችሁ የዚህ አይነት ስራ እንዳንሰራ ነው። እሺ፣ ምን ይላል ሼኹ አቡበከር? ለማ ውሊደ ነቢ ሰለም ነቢያችን ሰለም ሲወለዱ አቡ ለሀብ አዋቂ ሰው ትልቅ ሰው ነበር ማለት ነው። አቡ ለሀብ ምኑ ነው ለነቢያችን? ምናቸው ነው? አጎታቸው ነው። አቡ ለሀብ እብን ዓብድልሙጠሊብ፣ ዓብዱላህ እብን ዓብድልሙጠሊብ። አቡ ለሀብ እና ዓብዱላህ ሁለቱም ወንድማማቾች ናቸው። አባታቸው ዓብድልሙጠሊብ ነው። ረሱል ስ ሰለም ከዓብዱላህ ተወለዱ ማለት ነው። እሺ፣ አጎታቸው ነው። አሁን ሲወለድ እዛ ጊዜ እስልምና አልነበረም፣ ሽርክ ነው የነበረው። ልም ያለ ሽርክ ነበር። እስልምና ገና ከአርባ ዓመት በኋላ ነው የሚመጣው። አሁን ነቢያችን ሲወለዱ አንዲት የአቡ ለሀብ ሰራተኛ ነች፣ እየወረጠች መጣሽና ለአቡ ለሀብ ምን አለችው? ወንድምህ ዓብደላህ እኮ ልጅ ወለደ፣ ያኒ መሐመድ የሚባለው ልጅ ተወለደ አለችው። አሁን በጣም ደስ አለው፣ የወንድሙ ልጅ ነው። እዛ ጊዜ እስልምና አልነበረም ብያቸዋለሁ። በጣም ደስ አለውና የደስታ የደስደስ ምን አደረጋሉ? ፈሪሐ ወዘበሐ፣ አንድ ግመል ትልቅ ግመል አምጥቶ አርዶ ሰው አበላ። ነቢያችን ስለተወለዱ ነው፣ ግን ነቢይ አይደለም። እዛ ጊዜ ዓለም በሙሉ በሽርክ የተዘፈቀ ሰው እንትን ነው ያለው። ነቢያችን ገና ሕፃን ናቸው፣ ምን እንደሚሆኑ አይታወቅም። ጠይብ ሊዛሊከ لا ناخذ ما فعله ابو لهب ابو لهب بغسل انتنو جمل سلارد نبياچن سيولدو انيا دمو مارد علبن انلم يهنايه مچ تگنانيه منم گنيت يلوم لمن اندزي بلانا المسلاچو لماذا فعل ابو لهب هذا لمن دنو ابو لهب نبياچن سيولدو جمل يارد بنمن طيق يوندماچو ليج سلهوني ህፃን ስለተወለደ እኛ እንደምናደርገው ማለት ነው እንጂ ያኒ ነቢያችን አልታወቁም። እዛ ጊዜ ምን መሆናቸው አይታወቁም። ስለዚህ የወንድሙ ልጅ ስለመጣ አርዶ ሰው አበላ ማለት ነው። ይህ ነው ዋናው። ሁለተኛ ፈዓለ ከማ ነፍዓሉ ቢመውሊድ አብናኢና፣ እኛ እናታችን ስትወልድ እህታችን ስትወልድ በግ እናርዳለን፣ እልልልል እንላለን። ልክ ባህል ነው። የዚህ አይነት ነው እንትን ያደረገው አቡ ለሀብ። طيب سوستنيا لا ناخذ ديننا من كافر من كفر كان كافر ديناچنا نوسدم مجمر الدين النبرم ذا غزي وندموش بدم استولاچو سامون اهون الك هيازاچو شي عندن سوتش قالو ديت دي ابو لهب انكون بغ يرده انتن جمل يرده انياما اسل جمل مارد اللبن داتلو مجمر ديناچن ككافر نوسدو ሁለተኛ በዛ ጊዜ ዲን የሚባል ነገር አልነበረም፣ ሽርክ ብቻ ነው የነበረው። ሶስተኛ ነገር አቡ ለሀብ ያደረገው የደስታ የነበረው ባህል ነው። ባህላቸው እንደዚህ ነበር። طيب والان اكثر من يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم የነቢያችን መውሊድ ተብሎ አሁን በየአመቱ ስንት በግ ስንት በሬ እንደሚታረድ አላህ ያቃል፣ እናንተም ታቃላችሁ። طيب ممكن واحد يسالني عنده ايته يقنيال يقول اين المخالفه؟ طيب مخالفات لاله كسنه وجه نو تلاله يتو نو انتو كسنه وجه يهونو نبياتنا يتولدوبت قن بنا كبرنا بغنا بغوش اردن ال بنل من اللبت يتو نيو نو
يعني مخالفة من دنو بلو يتهيك أنيال يشي إن الملس اللذ مجمّر يا أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ينقديه الله شنو من اسمه ما بتنقرنه بتأم لنبياتشن قربيهنو بتأم نبياتشن يمي ودو أبو بكر عمر عثمان علي كنزي أند نبياتشن يتولدوا بث بلو بي أمتو يدرقوت نقري اللهم ينقديه ونثينو ديناتشن كنزي أراد كالتوسده كما اللي وسدنا كشيطان لا ديناتشن كنزينو من نسدو على هذا الرقم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رأسه شو نبيه صلى الله عليه وسلم يتولد كبتك أنه بلو بي أمتو إن كان من اللي أرده أسبو ما يكم تسبو ما يكم على هذا الرقم نبيه صلى الله عليه وسلم. سوستنيا يقول الخلفاء الراشدون بلنال الصحابة أنفسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متو حياء شي يميهونو صحابة أندسو موليد بلو أدرقو آيكم التابعين يا صحابات اللي جوش لهولت سوست متو أمت هولت سوست متو أمت يعني يا صحابة اللي جوش يا لجوش يعني يا صحابة اللي جوش بمولو موليد أدرقو آيكم. طيب الأئمة الأربعة أبو حنيفة الشافعي مالكي وأحمد بن حنبل النزي أردت مذهبوش عند سو كنسو موليد بلو بألا درقو يمدمو أردو سبسو أهكم أهكو ثم ديوم ينقر ألتكستم. طيب كيف أمت أنا هم قدي إيكا كيسات شيني أمت فاطمين يمبالون ببروك سوست متو أمت بهالا أرث بأرثن يو كفل زمن مالتنو كسوست مثو أمت بوهالا كنبياتشن بوهالا عند بودن يفت أرون أقرنو إحنا قر. إذن ليس من السنة دمو دين بعقلي مهيرا دلم من اللبتن يا إلل بلن نبياتشن يتولد بات بلن نزي كريسيانو شكوا كرسوز يتولد بات بلو بألي ميارقو إنيا كمان أنسنو يميل ديناتشن بعقل بقمت بقياس أهدم ديناتشن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء كنزيهنا من وسدو انقدي يهنا انقدي سلزي أبو لهب قمل سلها الردي انديهم انيانو لنبياتشن قربي هونو بلن إهلا مارق أن تشلم. طيب إذن من أين نأخذ ديننا إن لم نأخذه من هؤلاء؟ إذن أبو لهب هو عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بمولده فذبح جذور. طيب لو كان النسب ينفع لنفع أبي لهب حقيقة زمدنا بيتأكم نرو لأبو لهب بيتأكم نبر أبو لهب يا نبياتشن أقوتنو سيولدو قمل يردسونو أنا جنة يقبى نبر بزمدنا بيهن لكن مجمّر جهنم يقباو يتمسكر اللت أبو لهب نو يهلو قمر أردو من ملو ين جهنم يقبال. طيب نحن نهينا أن نلعن أيا كان من الناس إن شاء الله كافر بهون أندسو وي مسلم هونو عاصي بتقام يترقم سو بهونم لعنة الله عليه أن نلم لعنة أن نور ربتهم مكناتهم بمن دمي موت الناكم كافر بهونم كافر لكن مجرش سيموت بمن دمي موت سلم مناك لعنة أن نور ربتهم. لكن أبو لهب يجهنب سو مهون متو بمتو سلت رقاق قتلت نلعنه لعنة الله عليه نلالن أبو لهب جهنب قبتوالي قبال نلالن فقدال الله كونه نزيها له بل فقدال بشان اللهم إذا قلت لعنة الله نزيه يعني أبو لهب كرقمك يا جهنب سونه كالك أجد كفلا له نجي بزو أجرا له. نعم لك مثلا تبت يدا أبي لهب وتبت هي السورة سلسة سمنت في دلات اللات سلسة سمنت في دلات اللات. طيب بأسر أبزاوستي
680 أجر من دا الله من كالك لا أبو لهب لعنك ورد كبت انديت بله سيصلى نارا ذات لهب نبل بالي الا تلك اسات ازاي قبال ايكو كلعنا بلا يكونو ملعون سو كو جهنم نم يقباو ايقن بجهنم يمسكر كلتنو اندزي كالك 680 أجر دمو استكفل عليك الله سبحانه وتعالى. طيب كذبها لا يعني لعن الناس ممنوع لكن لعن أبي لهب جائز بل تؤجر تؤجر أجر الله مالتنا. طيب ييتش سورة تبت يد أبي لهب وتب يورد شبت مكنيات اللات مكنياته من دنو مسلات شو نبياتش صلى الله عليه وسلم سو سبسبو قريشوش بمولو سبسبو وحشونا وأنذر عشيرتك الأقربين يا الله تئزاز هنا هزب سبسبو نبياتش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا على تشو شي لا إله إلا الله بلو نزي تأوتش بمولو ثواتشو شرك إكر أهون لا إله إلا الله بحق على الله ليلا يمن الجزاو يلنبلو الواتشو هزبتها سبسبوال انقلي سبحان الله العظيم هل سو زنبلو يالي أقو تاتشو أبو لهب أقو تاتشو كونو وندموش أبا تاتشو مالت كونو إجوان السنة تناقري قال تبا لك يا محمد ألي هذا جمعتنا لزينا ويسبسبكا إنيا دمك أم نقر يا الله مثلا إنيا سوستمثو سلسا إلهوش سوستمثو سلسا إله نبرو وندموش تأوت نا بيكانو أند يمي قزو مادر إن ديتن دم يادر قواشوا لكم سوستمثو سلسا بكعبا زوريا إلهوش نبرو إنيا النزي أنسونا ليال أنت دمو إلبر لك زريه قرات مالتنو ينتم بركاي قرات مالتنو شي انا تبا لك لهذا جمعتنا الاتشو نبياتنا الملسوم راسو الله ملسلت تبا لانتنجي اجيه قرات بركاي يطفى دمو تفتوال بلو الله نملسلت فلما سمعت زوجته يا ابو لهب مست ام جميل تبالالتش يتبت يدا وردو السوان سايك أرجح النبي أسقباتنا ينس التسماء تقول حملت حجرا كبيرا تلق دنقايزا يتال محمد يتال لمحمد ياليش لتقدلات شو كنو بزال تشفلقات شو محمد انتفلق ليش ماتنا لأنها ذكرت في السورة بسورة السواس لتقاسات كنو وامرأته السوانج. طيب كذبها لا لما سوان لما قدل ستهيد أعمى الله بصرها يعني ودسات شو ستكرب يعني أينوا أتفأو يعني أورا الهونة شم قن كلكلت الله سبحانه وتعالى تنستو الرسول صلى الله عليه وسلم تنستو اندهيدو مسلات لما انتن بدنقاي لما امتاز ستفلق يلوم نبيات صلى الله عليه وسلم قلوكو لكن شفنات انتن الله سبحانه وتعالى كذا يتسدبت يتسدبت تملسج ومعنى تبت تبت من مالت نوالو هلكت وخسرت اجه كسارة انت كسارة هوته بمولو كسارة يهن مالت نوم وقوله وتب اندقنا دقمو تبت يدا ابي لهب وتب انت اجني قرد بركه نتفاء دمو تفتوالكو تبت يدا يعني بركها نتفى ان يوم تفتوال وتب مالت ان يوم تفتوال يرقى قطن الله سبحانه وتعالى وقد تب وهلك وخسر كما تقول لرجل مكسور الركب لمثال عنده قلبته يتسبر وقره يتسبر يعني ان كساسو من دون تلو كسر الله ركبك وقد كسرت قلبته يسبروا ان يوم تسبروال اندزي مالتنا تبت يدا ابي لهب وتب قلبتني سوى اسبروا الله اسبروا انهم تسبروا الشيء الله سبحانه وتعالى
ሁለት ጊዜ ነው ያረጋገጠው ተበት የዳ ይላል። والمراد باليدين ثبت يدا ሁለት ማለት ነው። ثبت يدا ሁለቱም እጁ ይቆረጥ ወይም ደግሞ በረካ እንደሚያጻይሁን ለምን ምን ማለት ነው? እጁ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፍሱ የደክ ማለት እጅህ ቢሆን በቋንቋ ደረጃ ላኪን አንተ ራስህ ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ትላለህ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል በቁርአን? ذلك بما قدمت يداك አንተ እጅህ ያደረገው ስራ ነው የምትከፈለው ያለህ። ምን ማለት ነው? አንተ የሰራኸው ስራ ማለት ነው፣ እጅ አይደለም። ለምሳሌ የሚሳደብ የነበረው በምላሱ ነው የሚሳደበው። ይከፍረው አን ሰው የሚከፍረው በልቡ ነው የሚከፍረው እንጂ በእጁ አይደለም። ግን እጅህ ተከፈል ማለት يعني አንተ ራስህ ያደረከው አላህ ይክፈልህ ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ ምን አለ? ثبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما اغنى አልጠቀመውም አይጠቅመውም ለወደፊትም አይጠቅመውም ገንዘብ አይጠቅመም አልጠቀመውም። ለአቡ ለሃብ ሀብታም ነው የነበረው፣ ነጋዴ ነው የነበረው። ትልቅ ነጋዴ እኮ ነው አቡ ለሃብ፣ ሀብታም ነው። ግን ገንዘቡ አልጠቀመውም፣ ጀሃነም ገባ። طيب ما اغنى አልጠቀመውም عنه ماله وما كسب طيب ماله نعرف ገንዘቡ ማለት ነው ማለው وما كسب ምንድን ነው አሉ قال العلماء ما اغنى عنه شيئا من ماله الذي ورثه من ابويه كباتو كناتو يورثو غنزب بزو نبرو اسو ما التقمهم وما كسب وايضا ما اغنى عنه الذي تاجر به دخله في التجاره يعني نغدو يمطاو غنزب التقمهم كباتو كناتو يورثو غنزب التقمهم كله ياله اسو جهنم جبتوال ميستم جهنم جبتالك مالتنا. طيب سيصلى نارا ذات لهب ولماذا مجمرة أبو لهب يتبالو من دنو سمو عبد العزة نو سمو أبو لهب سمو أدلم لمن دنو أبو لهب يتبالو ألونا لأنه كان جميلا وضاء وسيما قنجو نبر أبو لهب በጣም ውብ ነበረው የሚያምር ሰው ነበር። ላኪን ምን ይደረግ ከኩፍር ጋር ኩፍር ካለ በጣም ፉንጋና በጣም አስቀያሚ ይሆናል እንጂ አቡ ለሃብ ለሃብ እኮ ነበልባል ማለት ነው። መልኩ እንደ ነበልባል እሳት ነበር፣ በጣም ውበት ነበረው አቡ ለሃብ ላኪን ከፈር። طيب لكن انظروا الى القران ان هذا الوجه يهن ውበት ያለው يعني قرما لو يا ابو لهب فيت سيصلى نارا ذات لهب سمو ابو لهب نو دمو سيصلى نارا ذات لهب يا نبلبال يمسلو فيتو يميامر بنبلبال اسافي جبال معناته نو سبحان الله قرانكو بقنقوا درجه بتمزنو بتام انديت مسلاچو قنجو مسلاچو والله سيصلى نارا ذات لهب يعني ذات لهب اسات يعني نبلبال يلات اسات ازاي جبال من نو ابو لهب يتي جبال ذات لهب بزي يجبال ان الله جزم انه من اهل النار الله قرط ارغو تناغره 101% ارغطنجشنن ابو لهب جهنم دمي غبا يمسكرلت من نو ابو لهب ني فطره جهنم ني فطره ሁለቱም يفطره الله سلهونه مسكرلت معناته نو قال العلماء ان سوره المسد من اقوى ادله ان القران من عند الله سبحان الله العظيم سوره مسد يعني ثبت يد ابي لهب متبالو سوره تلك مسرجانك قرآن كالله مهونون امتستوقنك انديت قالوا لو كان القرآن من عند النبي يا نبياتشن قلبي هنرو يه قرآن أبو لهب يفكر نبر من يلنبر اني جهنب لقبانو بلوال محمد اني قن أسلم الله بلو يا سلم نبر انهم قريش بمول تسبسبوا
ምንድን ነው የሚለው የሙሐመድ ቁርአን? ጀሃነም ሊገባ ነው እንትኑ አቡ ለሀብ ይላል። እንዴት ስለከፈረ ጠይብ አስልም እስልምና ግባና ውሸት መሆኑን ቁርአኑ ሰው እንዲያውቅ። ላኪን ላ ፀሐይ ብትወርድ ሰማይና መሬት ቢጣበቁ አቡ ለሀብ አያሰልምም። ምክንያቱም ኸላስ ጀሃነም እንደሚገባ አላህ ፍርድ አውርደዋል። ይገርማል። ስለዚህ የሙሐመድ ቃል ቢሆን ቁርአን ሙሐመድን ለማዋረድ ሙሐመድን ለማሳፈር አቡ ለሀብ ያምን ነበር፣ እስላም ይሆን ነበር። ከዛ በኋላ የት አለ አቡ ለሀብ ጀሃነም ይገባል የተባለው ውሸታም ይባሉ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب ثم قال وامرأته حمالة الحطب امرأة شو اسمه يا ابو لهب ميست دمو جهنم نو متغباو من تسرى نبر كانت حمالة الحطب حمالة يعني تشكامي مالتنو حطب انشتنو انشت تشكم نبر نعم للعلماء تفسيران يهن آية علماء بهولتنو يفسروت عندو السواء انشت اشوه ترموز منامن دزي ሰውን የሚጎዳ እየተሸከመች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቤት ሲወጡ እዛ ታደርገው ነበር። ነቢያችን እሾሁ እንዲወጋቸው እንጨቱ እንዲያን እንትን እንዲከለክላቸው ድንጋይ ምናምን ይህን ስራ ነበር። ሙሐመድን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመጉዳት የማታደርገው ነገር የለም። እንጨት አምጥታ እንጨት ትሞላዋለች መንገዳቸው እሾህ ያለው ምናምን እንደዚህ። ይህ አንደኛው ትርጉሙ ነው፣ ሐማ ለጥል ሐጠብ። طيب ሁለተኛ ትርጉሙ ግን እንዲያውም ብዙ ዑለማዎች የሄዱበት ይህ ነበር። እሱ ምንድን ነው ያኒ እሳት ሰብስባ ፊትና ታቃጥል ነበር። የፊትና ሰው ነበረች። እዚህ ትሄዳለች፣ ሙሐመድ አትመኑት፣ ሙሐመድ እንደዚህ ነው፣ እዚህ ሙሐመድ ሳሕር ነው፣ ሙሐመድ መጅኑን ነው፣ ሙሐመድ እብድ ነው ምናምን። ይህን ቀቢላ ትመጣና ከቀቢላው ጋር ቀቢላው ሙሐመድን እንደሚጠሉ ታደርጋለች። እንደገና ወደ አጎቱ ይሄድና አጎታቸው እንዲጠላቸው ታደርጋለች። ፈታን ነበረች። ሐማለት አልሐጠብ ማለት እዚህ ለፊትና እሳት ትለኩስ ነበር። ለፊትና በቃ ብዙ እንጨት አምጥተህ በንዚን አድርገህ እንደምትለኩሰው እንደዚህ ነበረች ማለት ነው። ጠይብ አልማዕነት እንደዚህ ነው እንግዲህ። ወቀውሉ ስብሓነ ተዓላ ፊ ጂዲሃ ሐብሉ ሚን መሰድ የውም አልቅያማ ጀሃነም ስትገባ በዚህ አዱንያ ገመድ እዚህ አስራ ትሄድ ነበር። ገመድ አስራ ሄዳ እንጨት ታመጣና እንጨት ስብስባ እሾህ አምጥታ ነቢያችን አዛ ታደርግ ነበር። እሺ በጀሃነም አላህ ስብሓነ ተዓላ ይህ በአዱንያ የነበረው ገመድ የእሳት ገመድ አድርጎ እዚህ ያደርግላታል። ጀሃነም የገቡ ሰዎች ከዚህ ሁሉ ሰው የአቡ ለሀብ ሚስት የታለች ቢባል ይህች ትባላለች። ምክንያቱም ገመድ ያላት ነች፣ ትታወቃለች። ገመዱ ደግሞ በእሳት የተሰራ ነገር ነበር። ጠይብ ከዛ በኋላ ሐብሉን ሚም መሰድ። መሰድ ማለት ሁወ መምሱድ፣ በደንብ የተጠላለፈ ጠንካራ የሆነው ገመድ ነው። መቶ ሰዎች መጥተው ሊበጥሱት የማይችሉ ጠንካራ ገመድ በዚህ ንቅ አድርገው እዚህ ያደርጉላታል፣ በጀሃነም ማለት ነው። ጠይብ መፍቱሉን ፈትለን ቀውየን ወልማዕና ሰየስለ አቡ ለሀብ ናር ማዕና ያን ትርጉሙ አሁን በጠቅላላ አቡ ለሀብ ጀሃነም ሊገባ ነው። ናዓም ሊገባ ነው። እንደገና ሚስቱም ጀሃነም ልትገባ ነው ይላል። ጠይብ ከዛ በኋላ ምን ይላል? ሩዊ ዐን ሰዒድ እብን ልሙሰይብ አነሁ ቃል ካነ ለሃ ቂላዳ፣ ደሞ እንትን ነበራት አንድ እጥቅ እንደዚህ እጥቅ በወርቅ ወይም በአልማዝ በምን የተሰራ አንድ እጥቅ ነበር አላት። ይህን ምንትል ነበር ተቁል ለአቢዐነ ሃዚህ ልቅላዳ። ይህን ቅናት ነው የምንለው አሸለም። ቅናቱ በጣም ውድ ነው። እሱ ሸጥና እሱን ሽጬ ለእንትኑ ለሙሐመድ ጦርነት አደርጋለሁ፣ ሙሐመድ እስከሚጠፋ ከዛ ገንዘብ እየከፈልኩ ሙሐመድን አጠፋለሁ ብላ ትፈኩር ነበር እንደዚህ። فأبدلها الله عنها حبلا في جيدها من مسد مسد النار ያን ቅላዳ ወይም ደሞ
በአንገትዋ የምታደርገው ወይም በዚህ የምትታጠቀው የነበረው አላህ ከሱ የኔ በገመድ የተሰራው ጀሃነም ያኒ ሰጣት በጀሃነም በገመድ በእሳት የተሰራ ገመድ በዛ ያንቁታል ማለት ነው። طيب ابو لهب من خباثته ابو لهب خبيث نبر ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ከመሆናቸው በፊት ተራ ሰው ነበሩ። ያኔ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ተብሎ አሚን ሄደ አሚን መጣ ተብሎ በጣም ታማኝ ሰው ነበሩ። በጣም ሁሉ ሰው ይወዳቸው ነበር። በዚህ ጊዜ ሁለት ሴት ልጆች አሏቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነዚህ አራት ነበሯቸው፣ ዘይነብ፣ ፋጢማ፣ ኡሙ ኩልሱም፣ ሩቀያ። አሁን ሩቀያና ኡሙ ኩልሱም ሁለቱም የአቡ ለሃብ ልጆች አጫዋቸው ሊያገቧቸው በቃ እንትን ታጩ። ያኔ ኡሙ ኩልሱም ለዑትባ ወሩቀያ ለዑተይባ። ዑትባና ዑተይባ የሚባሉ የአቡ ለሃብ ሁለት ልጆች፣ ሩቀያና ኡሙ ኩልሱም የነቢያችን ሁለት ልጆች ሊያገቧቸው ያኔ አጫዋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርግ ብቻ ነው የቀረ እንጂ ሚስቶቻቸው ናቸው። እሺ አሁን በዚህ ይህን በዚህ እንዳለ ነቢያችን ረሱል ሆኖ ረሱል ሆኖ نعم እሺ እንግዲህ እስቲ ሰዓቱ ስለደረሰ አሁን ወደ ጥያቄው እንሄድ። ይቀጥላል እንግዲህ ጥያቄው ያመጣዋል ኢንሻአላህ። እስቲ አምጣው ጥያቄው። ጥያቄ ቁጥር 6 አቡ ለሃብ አንድ ሰማይና መሬት ቢጣበቁ አቡ ለሃብ ሊያሰልም አይችልም ነበር። ሁለት ቢፈልግ ኖሮ ያሰልም ነበር አልፈለገም እንጂ። ሶስት አስልሞ እንደገና ከፈረ። ጥያቄው እንደገና አቡ ለሃብ አንድ ሰማይና መሬት ቢጣበቁ አቡ ለሃብ ሊያሰልም አይችልም ነበር። ሁለት ቢፈልግ ኖሮ ሊያሰልም ይችል ነበር ግን አልፈለገም እንጂ። እሺ ሶስት አስልሞ እንደገና ከፈረ። እሺ ወንድሞችና እህቶች ጥያቄው እንደሰማችሁት ነው። አላህ ይወፍቃችሁ። ሱረት ተበት የዳ አቢ ለሃብ አልተጨረሰም። በዚህ በሁለተኛው እንትኑ በሚቀጥለው ምዕራፍ እቀጥላለሁ። ተከታተሉ ኢንሻአላህ። እና መልሱ ደግሞ አላህ ይርዳችሁ ነው ምለው። ወላሁ አለም ወሰለላሁ ዐላ ነቢና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማኢን። ረህመቱ ተራት ገበው ምስጋና ሙስሊም አርጎ ለፈጠረኝ ለረቡና ከተላፍርም እምነቴ ነው እስልምና እኔ ነው የኔ የህይወት መመሪያ ለረህማኑ ጥራት ገበው ምስጋና ሙስሊም አርጎ ለፈጠረኝ ለረቡና ከተላፍርም እምነቴ ነው እስልምና እኔ ነው የኔ የህይወት መመሪያ ቁርአን የውቀት ገበታ ባጢል ሐቁን መለያ የደጋ ግባሮች